السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل صراحة هذه المرأة هذه تكلمت وقالت تصريحات خطيرة وقوية جدا عن أخ النوس والأربعون لصن اللي معاه. صراحة ما يقدرش واحد يقول هذا الكلام، وجات واحد الرسالة قوية وبكل احترام للملك محمد السادس. كنقول لك يا سيدنا اعفاء هذيك الحكومة من الخدمات الدولة اللي ما قداماش. هذوك الناس ما يقدر لهم حتى واحد الا انت. صحيح السيدة قالت لك تقلبي على عكاشة. واش بالك اخيتي دابا جاي نضرب مع الملك ديريكت، جاي نقول له يا ملكنا يا حبيبنا عطيتينا دمك فديتينا بدمك، وحنا فدينا كبر واحنا الناس اللي ماتت عاش ويا من دوك الناس المهمولة، وعاش ويا من دوك الناس المهجورة، وعاش ويا من دوك الناس اللي عايشة على الله الوطن الملك. علاه انا اللي سمعت وعلى اللي سمعت الناس اللي كيقولوا الله اعلم، قالوا بان الملك نصره الله دار صندوق باش يتجمعوا فيه الوزراء ولا ما عرفت داكشي. والصندوق قالوا حقه كل واحد غاش غيعطي شي غيعطي 10 الملاير وشي غيعطي 20 مليار على غيبداو دابا يتزايدوا باش يبينوا قدامك زعما راهم خدامين وخادمين البلاد. صحيح هادشي اللي كاين، الوزراء فعلا واخا تفرض عليهم داكشي ماشي بخاطرهم لان قلبهم ماشي على الوطن، ولكن تفرض عليهم وخايفين وما يقدرش يقول لا راه عطاو. واخ النوش كذلك عطى حتى هو 600 مليار سنتيم، ولكن راه مازال كنسالوه الكمالة ديال 1700 مليار. 600 مليار ما سنتيم ما كافياش، مازال خاص يكمل 1700 مليار اللي كنسالوها له منذ سنوات طويله. علاش حنا تكون عندنا بلاد فيها وزير راس ماله 10 مليار والمواطن ديالها المسكين الدرويش ملي يموت يمشي في حمار؟ ملي كيبغوا ينتخبوا كيطلعوا ليهم بالكاتكاتات كيطلعوا ليهم بالحديد. صحيح وملي يموت صيفطوه في حمار حاشاكم، لان المواطن المغربي هذاك ما كيسوى عندهم حتى بصله. عكس اوروبا كنلقاو الانسان مقدس، يعني سبحان الله فرق كبير ما بين الدولات المسلمين والدولات الكفار. يعني حنايا بحال الدبان، كيف كنقول دائما حكومه تكره شعبها ما لا يعيرونها اي اهتمام. علاش دابا عاد عرفت علاش اوروبي كيجيو هنا يقول لنا عندكم الحمير حاشاكم؟ هما شايفين المغرب، هما شايفين الجبال، هما حنا اللي مشات تمشي لاكادير غادا لطنجه جامع الفنا. ما كتمشوش طلعوا تشوفوا خوتكم، حنا تغربنا وتردمنا هنا. يلاه 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 شوف 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 الوالدين راني اللي في المغرب اللي هذوك الناس الملاعقين اصحاب الماده هما تدرويش راه ما يتقعدش على مشى الحمام ما يعاود لحد. كنهضر على كوش الحرام. لهذا يا مليكنا ارحم شعبك، حنا عندنا الله وانتهى. هذوك الناس ما يقدر لهم حتى واحد الا انت. راه نديرو مظاهرات نديرو فوضى راه غيمشي فيها عندك شعبك الدرويش يدير مظاهره من هنا يقبروه من هنا. فعلا هادشي اللي كاين. واحد عندنا هو انت يا مليكنا، هو انت يا مليكنا فوق الارض. عدنا الله فوق وعدنا انت فوق شفنا حل الشعب. انا كنهضر نيابه عليا وعلى الناس الفقراء وعلى الناس الدراوش وذوي القدرات الخاصه. كنقول لك يا سيدنا اعفاء هذيك الحكومه من الخدمات الدوله اللي ما قداماش. الاعفاء مع المحاكمه ثم السجن، لان دمروا هذه البلاد خربوها سرقوها داو المقدرات ديالها ما خلاو ما داروا في هذا الشعب هذا. تخيلوا ان الملك وما كانش هو اللي تيقوم بعض الاصلاحات راه ما عمرهم يديروا شي حاجه، بحال دابا مثلا التغطيه الصحيه هذا قرار ملكي، اما كون ما كانش الملك اللي داروا والله لا عمر شفناه. هذا الدعم المادي اللي غيديروا في بدايه 2024 قرار ملكي، كون ما كانش الملك اللي قال لهم ديروا هذا الدعم ديال الارامل وديال الاطفال وديال التيسير وديال والله لا شفنا من عندهم هذا الشيء هذا، لان ديك الفلوس اللي غيعطيو الشعب المغربي زايده فيهم خاصها تبقى في الصندوق باش هما يسرقوها. ما كيبغيوش هما كاع الصندوق يتهز منه شي حاجه اللي صالح المواطن، تيقولوا هاد الملايير نخسروا على الشعب، هذه راه فلوسنا كان علينا نسرقوها، ولكن للاسف غنعطيوها للشعب. يعني كيبقى فيهم الحال، يعني كون ما كانش الملك صراحه اللي كيقوم بهذه المبادرات كنا راه حنا مازالين بحال الصومال في ايامات الصومال فاش كانت فيها المجاعه وفاش كانت فيها في الثمانينات. خدامينش ما كيديروا والو، راه ما خدامينش. نطالبوا باسمي وحتى جاليه
اللي ضربت عمرها كله كتضرب تحات وما داروا والو. هذوك الناس اللي ماتوا ربي شاف فيهم حيت لبقات هاد الحكومه. اللي جاي صعاب واللي كتبكيو وبكيو علينا حنا اللي باقيين في الحياه. بكيو علينا حنا هذوك رحمهم ربي مشاو في التراب. مشاو شو هذا فاش غنمشيو؟ نقول لكم الصراحه ما بقينا بغينا مشاريع في افريقيا، ما بقينا بغينا مشاريع في طرقات في الكابون، ما بقينا بغينا سبيطارات في فلسطين. زيد فينا خيرنا، زيد فينا. حنا عندنا بلدان مقورة نائية ما فيها لا طرقة لا ما لا ضو، الناس كتنعس على 6 وتفيق مع 4 الصباح، وغادي حنا نديرو سبيطار في فلسطين باش تفحت لنا فلسطين دابا؟ باش واش هما فلسطينيين براسهم اللي في اوروبا عايشين على الله ومالي وبلادهم كتحتضر وحنايا نجيو نقص فيك على المغرب عون فلسطين لحقاش كادو كادو. اما ولادها دايعين هنايا، ها ها فلسطين ولادها كيتحشوا وكيشموا. اما الناس اوروبا عارف هادشي. دابا نجيو حنا المغرب، ها المغرب غنبقاو فيه دراري صغار بلا والدين بلا تا حاجه، شابات وشباب واطفال، اطفال ماشي تا شباب، اطفال. شكون غيقوم بهم داك؟ ها غتخليه العم، عمو براسو خاص يعاونو. غتخليها لخالتها، خالتها مسكينه لا حول ولا قوه. ايوا من هادوك شكون؟ ولاد الشعب، ولاد المغرب. علاش انا دابا غنمشي نعاون براني وانا ولادي مخصوصين به؟ هاد الاطفال كما ذكرتي كاين قانون خرج ديال ما تيتسمى ديال مكفولي الامه، يعني غادي الدوله غتكلف بهم ماديا ومعنويا والتمدرس ديالهم حتى السن ديال الرشد 18 سنه. ولكن المشكل فين؟ كاين السؤال المطروح هو شكون اللي غيضمن انهم فلوسهم اللي غتخرج لهم الدوله غتوصل لهم؟ كما انا كنتسائل حرفيا دابا هاد الفلوس اللي خرج الملك للمتضررين ديال الزلزال، ديال الناس اللي راب لهم الديور، غيعطيهم 14 مليون، اللي الدار ديالهم تشققات يعطيهم 8 مليون، اللي ما وقع لهم والو غياخذوا 3 مليون، 3 مليون خلاص عموميه على كل شيء، اللي تضرر واللي ما تضررش. السؤال كما قلت في السؤال السابق هو واش هذيك الفلوس غتوصل لهم؟ واش غيخليوها توصل؟ لان كاين بزاف ديال لي باراج ديال الكروش الحرام اللي غيطمعوا في فلوس. دائما كي كنلاحظوا هذه سنوات المشاريع الملكيه دائما كاين اللي كيجي في الطريق، ديما اللي كيقطع ارزاق عباد الله وما كيخليهاش توصل المستحقين ديالها. لهذا راه خصنا واحد اللجنه ملكيه ولا ما فهمتش شنو خص، ولا خصنا العفاريت والجنون هما اللي يراقبوا هاد المسؤولين ديالنا. اما راه ما سبحان الله راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه ما كاينش اللي يقدر يراقب هاد الناس. تشفرت اللصوصيه في جميع المجالات، داو الاغذيه والاغطيه والخيمات والقياطن والفلوس وكلشي كيسرقوه، كلشي كلشي كلشي، حتى من البشر كيسرقوه. دو ليهم ديور، دو ليهم مدارس قريبه، ما تبح لهم ما تعذبوهم، ها؟ دو ليهم دار ماشي دار الخيريه، هذوك خاصهم دار للشهداء، دار ولا الشهداء هذوك خاصهم دار وشد المنطح الله يطيح ويعيشوا عيشه مرتاحه. صحيح. راهم والديهم تعذبوا عليهم، تكفصوا والديهم عاشوا معذبين وزيدوا حتى ولادهم تعذبوهم، على الاقل عرضوا لهم على قبورهم وعيشوا لهم ولادهم كما ينبغي. كلشي معذب في هذه البلاد. انا بحيت، انا بحيت ما نكملش.